خليني أخذ مكالمة من فريال. أهلا وسهلا أخت فريال من بريطانيا. ألو أخ نزار، سلام ونعمة المسيح معك والرب يبارك حياتك. سلام ونعمة الرب معك. كيف نتغلب على الكراهية؟ صدقني ما في علاج بالعالم الإنسان يستطيع أن يتغلب على الكراهية إلا لمن يعرف الرب يسوع المسيح معرفة حقيقية ويشرق بنوره في قلب الإنسان، لأن هو الرب يسوع بفمه الطاهر قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، لأنه من يبغض أخاه، يقول الكتاب المقدس من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. فالظلمة هي الكراهية، فإحنا نصلي من أجلهم أنه يعرفون الرب يسوع المسيح ويتبعون الرب يسوع المسيح ويعرفون النور. أخ نزار، من الطرفين بصراحة في ظالمين وفي متطرفين وفي مظلومين وفي أبرياء من الطرفين، فإحنا نصلي للجميع يعرفون يسوع المسيح، ما في غير علاج. آمين. وهو سلامه يعم العالم، لأن قال بفمه الطاهر سلام ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ما تفيد لا مؤتمرات ولا غيره، واحد يجر بالطول والآخر بالعرض، لكن هو معطي السلام لأنه هو رب السلام رئيس السلام. آمين. فالرب يصلي من أجله ويهدي هاي الأوضاع ويحل سلامه العالم كله. شكرا. آمين. أخي زار، شكرا كثير يا أخت فريال، شكرا وربنا يباركك.